بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة اللايف بدأ، حد يبعت كومنت كده لو اللايف بدأ. الله يكرمكم، حد يبعت كومنت كده لو اللايف بدأ. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لغات، أهلا وسهلا بكم، برحب بكم دايما. معاكم مستر نادر إسماعيل، ويا رب دايما على الخير متجمعين. ده الجروب بتاعنا، الجروب بتاع الفيس الرسمي دفعة التابلت الحلوين، جمهورية التابلت الحلوين، على الخير متجمعين وبإذن الله دايما متجمعين مع بعض من خلال جروبنا هنا أو من خلال قناتنا على اليوتيوب، الفيزيكس فور بيجينرز، فيزيكس فور بيجينرز. في البداية طبعا اللايف ده شباب بيخص تانية ثانوي لغات، اي حد هيخش معانا دلوقتي يبقى تانية ثانوي لغات. اهلا وسهلا بالناس كلها، برحب بيكم حبايبي، حبايبي كلكم والله. في البداية طبعا برحب بكل الناس اللي هيشرفونا، وبتمنى ليهم التوفيق والتفوق السنة دي. هقول بس كلمتين واخش على طول في الموضوع. احنا طبعا كنا بادئين الجروب بتاعنا، احنا نشاطنا على الفيس نشاط قديم الحمد لله رب العالمين، واحنا ناس كمستر ندى متخرج سنة 99، ومريت بجميع الأنماط المختلفة من التعليم، سواء كان تعليم حكومي، تعليم خاص، تعليم عام. سافرنا ورجعنا، اتعلمنا من أساتذتنا حاجات كتيرة، اتعرفنا على الإيجابيات والسلبيات. وكان الملخص يا شباب إن احنا عايزين نعمل جروب نقدر إن احنا نساعد بيه بعض، ونقدر إن احنا نقف بيه مع الناس. وفي ظل طبعا الظروف اللي احنا فيها، ربنا من علينا ان احنا نقدر نشتغل ونساعد الناس، فربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على دايما على ان احنا نقف مع بعض، وان شاء الله رب العالمين نكون على الخير متجمعين. قبل بس ما اروح على البورد، انا حابب اقول ان احنا كنا شغالين تالتة ومركزين عليها، انما بناء على رغبة الحقيقة الجماهير، يعني الجماهير العريضة، يعني حبايبي كلهم، وجدنا ان احنا لازم نقف مع سنوات النقل اولى وثانية. وجدنا انه على العكس تماما مما كنا نتوقع. وجدنا ان الاولى وثانية محتاجيننا اكتر من ثالثة. طبعا انا رأسنا فوق ثالثة طبعا، بس ثالثة بيبقى هو الولد بيبقى وقته ضيق، وفي نفس الوقت بيبقى طالع واخد وقته مدرس فيزيكس معين، واحنا هدفنا خيري. فبتلاقي مثلا لو حد اللايف مش بيحضر التاني، انما بنقول لهم منشنوا بعض وقولوا لبعض ان اللايف ده موجود، وهم على قد ما بيقدروا على حسب وقتهم بيبقوا معانا، واحنا برضو معاهم، بحيث ان احنا نعمل كفر لاي مشكلة عندهم في سنة تالتة. انما اللي احنا شفناه فعلا ودرسناه السنة دي، ان النقل فعلا محتاجيننا، النقل فعلا، واحنا مش هنتخلى عنهم باذن الله رب العالمين. هننزل مع النقل في كل انحاء الجمهوريه باذن الله، نغطي معاهم على قد ما نقدر، وهنثبت المواعيد دي باذن الله رب العالمين علشان تذاكروا معانا. عايز الناس تذاكر، تعتبر الحصه دي كده حصه اساسيه معاها ان شاء الله، ونستفاد مع بعض باذن الله رب العالمين. تمام. باكد تاني على الفكره ان فعلا النقل عينينا ليهم حاضر. انا شفت ناس كتير جدا جدا طلبوا مني ان انا اشتغل تانيه، وانا ما اقدرش اتاخر عنهم طبعا، وفضيت نفسي وعيني حاضر هشتغل وباذن الله رب العالمين. بس انا عايز الناس على قد ما انا قلبي عليهم، هم كمان يكونوا جد معايا. يعني مثلا عندنا لايف الساعه 9، الناس كلها علشان تبقى معايا الساعه 9، وفي نفس الوقت لو في ظرف طارئ، بص على اللايف بعد ما الظرف بتاعك ده يروح يزول، ابتدي اتعامل بقى وشوف الفيديو بتاعنا، وابتدي ذاكر. انا هخليك تجيب كراسه كده وتشتغل معايا باذن الله رب العالمين. وقلنا هنجيب كتاب المعاصر علشان نشتغل منه
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على فيزيكس سينيور 2. فيزيكس سينيور 2 يا آيات يا اسماعيل. خلاص هنبدأ دلوقتي بالحركة اللي هي الاسيلاتري موشن مع بعض. يلا بينا كده نتوكل على الله، وهنروح دلوقتي على البورد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في بداية المنهج بتاع سينيور 2 يا شباب، بنتكلم فيه عن الموشن، وتحديدا الاسيلاتري موشن، تحديدا الاسيلاتري موشن. طيب تعال نرجع مع بعض كده بالذاكرة، نعرف يعني ايه موشن، ونبتدي من خلال مراجعتنا عليها نقدر ان احنا نكمل على الفكرة. يلا بينا. يلا بينا. لو انا قلت موشن، الموشن في حد ذاتها ان حضرتك بتعمل تشينج في البوزيشن، تشينج في البوزيشن بالنسبه للتشينج فين في التايم. يبقى هنا تشينج ان بوزيشن بالنسبه للتشينج في ايه في التايم. يبقى كده سعادتك بتعمل ايه موشن، تمام كده كده التايم بيعمل تشينج معاك. انما لو بصيت على التشينج في البوزيشن، لو بصيت على التشينج في البوزيشن، بلاحظ ان انا اقدر اقسم الموشن حسب التشينج في البوزيشن، اقسمها على ان هي ترانسليشنال موشن، ترانسليشنال موشن انتقاليه، ودي درسناها بالتفصيل في سنه اولى، دي درسناها بالتفصيل في سنه اولى، ودي طبعا بتشمل الايه الموشن ان ستريت لاين، وحركه ايه البروجكتايل، ودي الحمد لله خلصناها في سنة أولى ودرسناها. وملخصها إن أنا عندي حركة بيبقى ليها ستارت بوينت وإند بوينت، أقدر إن أنا أحددهم، أقدر أقول إن الـ A دي هي الستارت بوينت والـ B دي هي الإند بوينت. ودي زي ما قلت لسعادتك إن إحنا خلاص درسناها في سنة أولى، يبقى الموضوع ده انتهى خلاص. هنبدأ دلوقتي نعمل تشينج بوزيشن أكوردنج تو موضوعنا النهاردة، اللي هو ايه البريودك، ايه البريودك موشن. طيب البريودك موشن دي معناها ايه؟ من اسمها كده ان هي بتكرر نفسها. البريودك موشن دي معناها ان هي بتكرر ايه نفسها، ودي بتتقسم لثلاث انواع. السيركلر موشن خدنا عليها اكزامبلز كتير واحنا بندرس في الساينس، زي مثلا الموشن بتاعت البلانتس ذات روتيت اراوند ذا ايه ذا سان اند سو اون. ده موضوعنا النهارده، اللي هو الموقع ده من الخريطة بتاعت الشرح دي، اللي هو موضوع النهاردة شغلنا الشاغل، اللي هو الاسيلاتري، الاسيلاتري موشن، الاسيلاتري موشن. وطبعا هندرس الحصة الجاية بإذن الله رب العالمين الويف موشن. يبقى احنا ايه البريودك موشن دي؟ ان الموشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل تكرار لنفسها ال equal interval of ايه of time، طبعا with respect to a certain point. تعال نشوف البيريودك موشن تعريفها تقريبا بينطبق على الاسيلاتري موشن، ونقدر ان احنا نفهمها اكتر من خلال ايه الدراسه بتاعتنا ايه النهارده. يلا بينا كده مع بعض نبدا الكلام عن الاسيلاتري ايه الاسيلاتري موشن. اسيلاتري موشن، يلا بينا يلا بينا. السيلاتري موشن ان البادي بيعمل ايه السيليشن at the two sides of its equilibrium position. البادي بيعمل ايه؟ بيعمل موشن at the two sides of its rest position. اكزامبل على كده علشان الكلام يبان معانا، اكزامبل على كده السيمبل بنديلم، سيمبل بينديولم لما يتحرك ناحيه اليمين وناحيه الشمال ده بيتحرك بيعمل السيلاتري ايه سيلاتري موشن. او ممكن حركه اليويو، حركه اليويو اللي عندي سبايرال سبرينج بيبقى اتاتشد فروم
ظبطهم من خلال بلمبه او من خلال لود معين، وممكن البلمبه او اللود ده يتحرك ايه in two opposite directions. يبقى اول خاصيه في الاوسيلاتوري موشن يا شباب، اول خاصيه ان انا عندي الموشن بيبقى in two opposite directions. يبقى ده دلوقتي اول حاجه شغله دماغي ان انا اعلمك ان الاوسيلاتوري موشن اول خاصيه بتميزها ان انا بتحرك in two opposite directions. طب ازاي يا مستر تقدر سعادتك توضح الكلام دوت ان انا عندي ايه الموشن in two opposite directions؟ ركز معايا الله يكرمك. خلي بالك الدرس دوت هو الايه دخلتك في المنهج، ومفيش وراه حاجه غير ان انت مش هتبقى فاهم حاجه خالص لو ما عدتوش النهارده على خير، تمام؟ وفي ناس بدأت وجالها زي عقده من الفكره فقال لك الفيزيكس صعبه، ابدا الفيزيكس سهله جدا. وركز معايا بس ربع ساعه ان شاء الله ربنا يكرمك وهتلاقي الفيزيكس ان شاء الله زي الفل. طيب انا دلوقتي عايز اقنعك ان اول خاصيه للاستراتري موشن ان انا عندي الموشن بتاعتي in two opposite directions around its original position. around its original position. طيب خلينا نطبق القصه دي على البنديلم. تعالى كده نرسم equilibrium line بحيث ان هو يقسم ايه؟ يقسم البيج بتاعتي لكام دايركشن؟ اتنين دايركشن. فطبعا equilibrium line بيبقى perpendicular على ايه؟ الايه؟ الاسيليشن. الاسيليشن ناحيه اليمين وناحيه ايه؟ الشمال. فالايكوليبريم لاين هيبقى ايه؟ بالطول كده اهوت. عرفت ازاي؟ طب البلامب بتاع السبايرال بتاع اليويو ده اسمه يويو يا شباب. اللعبه دي كلنا بنلعب بيها واحنا صغيرين. اليويو ده بيتحرك لتحت ولفوق، يبقى الايكوليبريم لاين هيقسم الايه؟ البيج بتاعتي بالايه؟ بالعرض كده اهو. عرفت ازاي؟ يبقى انت دلوقتي اول حاجه عشان تفهم بتقسم البيدج بتاعتك نصين، يبقى بتعمل ايكوليبريم لاين عشان تعرف ان في ايه، يبقى عندك دايركشن واوبوزيت ايه دايركشن. يبقى هنا لما يجي البنديولم يتحرك ناحيه اليمين يبقى اتحرك فين؟ في البوزيتيف دايركشن. طيب لو اتحرك ناحيه الشمال يبقى اتحرك في النيجاتيف ايه دايركشن. اليويو لما ينزل لتحت يبقى يتحرك في البوزيتيف دايركشن. طب لو طلع لفوق، ايوه الله ينور عليك، يبقى يتحرك في النيجاتيف ايه دايركشن. تعال نقول التعريف دلوقتي هيبقى ابسط كتير، يلا بينا. بنقول الايه السيلاتري موشن ات ذا موشن اوف ذا سيليتنج اوبجكت ات ذا تو سايدز اوف اتس اوريجينال بوزيشن. ات ذا تو سايدز اوف اتس اوريجينال بوزيشن ذات از ريبيتد itself in equal interval of time، اللي هي بتقعد تكرر نفسها على فترات منتظمه، تمام؟ ودي طبعا هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده، حته ايه؟ ال equal interval of ايه؟ of time. اقول التعريف مره كمان، نقول التعريف مره كمان. is a motion of، بس انا هشرح بقى على اليويو، خلاص؟ it is a motion of the oscillating object at the two sides of its rest position. أو equilibrium ايه؟ position. equilibrium position that is repeated itself أو that is repeated in equal interval of equal intervals of a of time. اللي هي هتكرر نفسها على فترات ايه؟ متساوية. تمام؟ ودي تاني خاصية للاسيلاتري موشن إن هي عندها periodic manner. بريوديك مانر يعني ايه؟ عماله بتكرر في نفسها يا باشا. بريوديك مانر. يبقى تاني خاصيه هنتكلم عليها بالتفصيل ان هي عندها خاصيه التكرار، غير ان هي عندها خاصيه ان في تو اوبوزيت ايه دايركشنز. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا عن ايه دلوقتي الاسيلاتري ايه سيلاتري موشن، اقتنعنا بالفكره دي. تعالى مع بعض ندرس الايه الكميات اللي بتديني ديسكريبشن للاسيلاتري ايه موشن. اول كميه بندرسها مع بعض يا شباب اللي هي الديسبليسمنت. يبقى نمبر 1 هتخليني افهم الموضوع اللي هو الديسبليسمنت. فاكر الديسبليسمنت اللي خدتها في سنه اولى؟ فاكرها؟ هرجع عليها معاك دلوقتي، وفي حتت فنيه كده اهو ما تعديش منك لو سمحت، فركز معايا pay attention please. طيب انا مش هستعرض الديسبليسمنت غير لما اشرح عشان افكرك.
افترض ان الاوريجينال بوزيشن هو اكس، وان انا دفعت الايه البنديلم او دفعت اليويو علشان يتحرك في اتجاه معين، فهيتحرك في الاتجاه دوت من اكس لواي، وبعدين هيرجع تاني لاكس. يبقى كده ايه، راح ورجع في البوزيتيف، راح. هل كده تذبذب؟ لا، لسه لازم يروح ويرجع في النيجاتيف. ركز معايا. يبقى هو دلوقتي انا زقيته ناحيه اليمين، راح ورجع في البوزيتيف، لسه ما تذبذبش، الذبذبه الكامله ما حصلتش. لازم يروح ويرجع كمان فين؟ في النيجاتيف. يبقى هنا لازم يتحرك in two opposite directions او الخاصيه. يبقى لازم يروح ويرجع في البوزيتيف. بص، اليويو بينزل ويطلع في البوزيتيف، ويطلع وينزل فين؟ في النيجاتيف. ويطلع وينزل فين؟ في النيجاتيف. يبقى كده عمل ذبذبته. عمل ايه؟ ذبذبته، او الكومبليت كومبليت اسيليشن ايه بتاعته. معايا يا ابني؟ معايا يا حبيبي؟ يبقى طب الديسبليسمنت ايه دخلها بالموضوع؟ جاي لك انا اهو، حاضر، اصبر عليا. افترض ان انا عايز اوصف بدايه الموشن. انا عايز اوصف ايه؟ بدايه الموشن. طيب انا دلوقتي واقف عند الاكس وهبتدي اتحرك ناحيه الواي، فانا هقول لك ايه، انا عاوز دلوقتي بدايه الموشن. هقول الايه، الاوبجكت ده بيقول ايه، moves a distance equal 5 سنتيمتر، ورحت ساكت. هل انت فهمت حاجه مني؟ انا دلوقتي عايز اوصف بدايه الموشن، هل بدايه الموشن الديستانس بتوصفها؟ هتقولي لا طبعا، لان انا فاهم من حضرتك ان لازم احدد الدايركشن، دي اول خاصيه فين في الموضوع. فانت لازم سعادتك تقول لي ايه، موز ا ديستانس 5 سنتيمتر فروم اكس تو واي. يبقى سعادتك دلوقتي وصفت بدايه الحركه كفاليو وكدايركشن. مين اللي بيوصف كده؟ الديسبليسمنت. تمام، يبقى الديسبليسمنت هي الديستانس اللي بتوصف بدايه الحركه ان ا جيفن ايه دايركشن. ان ا جيفن دايركشن يعني في اتجاه محدد. اتجاه ايه؟ محدد. يبقى ايه الفرق بين الديسبليسمنت والديستانس؟ الديستانس از جاست ا فاليو، ما توصفش اتجاه. اما الديسبليسمنت لا، الديسبليسمنت بتدي لك دراسه بدايه الحركه. انا بتحرك دلوقتي من اكس لواي ولا من اكس لزد؟ يبقى انا بتحرك من اكس لواي. يبقى انا دلوقتي فهمت ازاي اوصف الحركه من خلال ايه، الديسبليسمنت. طب الديسبليسمنت تعريفها ايه؟ it is the distance in a given direction، يعني in a straight line and in a given ايه direction. تمام. طيب يبقى ده اول تشينج في البوزيشن اقدر اتكلم عليه. ده معقول ايه، انا رحت في البوزيتيف. طب تعالى نرجع في البوزيتيف. يبقى هنا اول ديسبليسمنت بتوصف الحركه هي الديسبليسمنت اكس واي. بص يا بابا، اكس واي عليها سهم، ات مينز ان انا عندي ايه، عندي 5 سنتيمتر فاليو والاتجاه من اكس لواي. طيب الديسبليسمنت اللي بتا ايه اللي بتليها ان انا ارجع في البوزيتيف، مين يوصفها؟ الواي اكس ديسبليسمنت، برضو 5 سنتيمتر. يبقى سعادتك كده خلصت البوزيتيف دايركشن، بس ما خلصتش الذبذبه بتاعتك. الذبذبه بتاعتك بتكمل لما تروح وترجع في النيجاتيف. معايا في الحته دي؟ يبقى دلوقتي تقدر تقول سعادتك ان انا باتنين ديسبليسمنت قدرت اوصف الايه، الحركه في البوزيتيف دايركشن. two additional displacements هتوصف الايه، your motion فين؟ في النيجاتيف. يلا بينا هنبتدي نتحرك في النيجاتيف بالديسبليسمنت. يبقى من اكس لزد، من اكس لزد دايركتد. بص يعني ايه دايركتد؟ يعني انا بتحرك من اكس لزد، انا بيعنيني المقدار وبيعنيني الاتجاه. خلاص عشان افهم، يبقى هنا اقدر اقول ايه، من اكس لزد 5 سنتيمتر. طبعا انا بتكلم على المودلس فاليو دلوقتي. طيب من واي، من زد لاكس عشان تكمل ذبذبتك، يبقى برضو ايه 5 سنتي
متر. يبقى الديسبليسمنت اللي بتوصف الحركه لازم احددها كفاليو في ايه وكدايركشن. عرفت ازاي؟ جايه معاك ديه. طب انا عندي كام ديسبليسمنت او كام تشينج في البوزيشن درستهم عشان اعمل ذبذبه كامله؟ عندي 4 تشينج في البوزيشن قدرت اوصفهم من خلال ايه؟ الديسبليسمنت. قدرت اوصفهم من خلال ايه؟ الديسبليسمنت. عرفت ازاي؟ سهله؟ اتمنى ان هي تكون سهله ان شاء الله. تمام؟ طيب تعالى نشوف تاني حاجه بتوصف الاسيلاتري موشن مع بعض واللي هي الامبليتيود. الامبليتيود تمام؟ ونركز مع بعض عشان دي عامله قلق لطلبه كتير. خلاص؟ ان شاء الله يبقى ايه ربنا ييسرها على دي. خلاص؟ تعالى نشوف تاني حاجه اللي هي الامبليتيود. نمسح اليويو اللي يمشي على البنديلم يمشي على اليويو. خلاص؟ تعالى نمسح اليويو. تعالى انت دلوقتي عرفت اليويو واخد الايكوليبريم لاين ايه بالعرض كده وايه البنديلم ياخد اللاين بتاعه بالطول وتبتدي تفهم ايه؟ تفهم الدنيا ماشيه ايه ازاي. دلوقتي انا هشتغل على تاني حاجه بتوضح الايه؟ الاسيلاتري موشن اللي هي ايه يا ابن حبيبي؟ الامبليتيود. الامبليتيود ركز معايا في التعريف. يبقى نمبر 2 امبليتيود. طيب ايه هو الامبليتيود؟ الامبليتيود ان انا باخد الفاليو بتاعت الماكسيمم ديسبليسمنت away from الاوريجينال بوزيشن. تعال نكتب التعريف. الفاليو حط تحتيها خط لو سمحت of الماكسيمم displacement away from its original position. اخرج لك كذا معلومه من الكلام. طيب away from its original position between bracket neglecting the direction يعني مع اهمال الاتجاه. يبقى انا مش مهتم في حكايه الامبليتيود دي بالاتجاه. طيب يعني ايه بقى؟ يعني انا عايز اعرف الفاليو بتاعت الديسبليسمنت اللي انا عملتها away from the original position بغض النظر عن اتجاه ايه؟ ناحيه اليمين ولا الشمال؟ مش فارقه معايا. يبقى التعريف ده يتفهم على انه سكيلر كوانتيتي. يتفهم على انه ايه؟ سكيلر كوانتيتي. ليه يا باشا؟ لان انا مهتم بالقيمه بس بتاعت الايه؟ الامبليتيود. مش هاممني انت اتحركت ايه؟ يمين ولا شمال؟ مش فارقه معايا. انا عايز اعرف انت اقصى فاليو للديسبليسمنت بتاعتك قد ايه؟ اقصى فاليو دي كميه ايه؟ كميه سكيلر مش ايه؟ مش فيكتور. يوم واحد رافع لي ايده وعنده سؤال دلوقتي. انا عارف ان عندك سؤال دلوقتي. هتقول لي حضرتك بتتكلم على displacement على ان هي فيكتور، انما دلوقتي غيرت كلامك. هقول لك ابدا ما حصلش، لان انا طلبت منك تفهم يعني ايه فاليو. انا عايز حضرتك اتحركت قد ايه كماكسيمم ديستانس، ومش فارق معايا ابدا اتجاهك ايه. انت ذات صغير تلاقي الامبليتيود ما فيهاش بوزيتيف ونيجاتيف، لان هي معاها موديلس فاليو على الحركه ايه بتاعتك. يبقى انت دلوقتي تيجي تقول لي ايه الامبليتيود، يبقى هي واخده المودلس فاليو بتاعت الفايف، ومش فارقه معايا ابدا انا اتحركت ناحيه اليمين ولا الايه الشمال. تمام؟ يبقى هنا اتضح ده هو ظلم. اتضح الفرق ما بين الديسبليسمنت دي فيكتور كوانتيتي. فيكتور كوانتيتي يعني ايه؟ يعني بهتم في تعريفها بالفاليو والدايركشن. انلايك مين؟ الامبليتيود دي تعتبر ايه؟ تعتبر سكيلر فاليو مهتم بدراستها بقيمتها وفقط، لان هي ملهاش ايه اتجاه. تمام؟
زي ما شرحت ان انا مهتم بقيمتها بغض النظر عن اتجاه الحركه في حته الايه الامبليتيود. كمان الايه الديسبليسمنت تقدر تقول ان هي بتتغير بشكل بريودك مع التايم، اما الامبليتيود بيبقى ليها بيريد اوف تايم بايه بتحدث ايه بتحدث من خلاله. تمام، ودي نقطه هنتكلم عليها على ان هي التايم اوف الايه الامبليتيود. تعالى كده مع بعض نقارن ما بين الديسبليسمنت تاني والامبليتيود علشان النقطه دي انا عارف ان هي عامله شغله دماغ ناس كتير متفوقين، ويلا بينا نقولها تاني. الديسبليسمنت يا باشا هي عباره عن فيكتور كوانتيتي، يعني انا مهتم بمقدارها واتجاهها خلاص. اما الامبليتيود تعتبر ايه؟ تعتبر سكيلر كوانتيتي. يعني ايه سكيلر كوانتيتي؟ يعني انا عايز الفاليو بتاعتها بس بغض النظر عن ايه الاتجاه. مجرد معرفتي للفاليو بتخليني افهم معلومه، وده معناه ان انا فهمت ايه كميه فيزيائيه جديده. يبقى دي اول نقطه في المقارنه، ان الديسبليسمنت فيكتور، والامبليتيود ايه سكيلر. الامبليتيود ايه سكيلر. وما تخطاش في الفهم لما تيجي تقول لي انت قلت لي اواي فروم الاورينال بوزيشن، بس انت نسيت ان انا قلت لك نيجلكتنج ايه دايركشن. يبقى دي فيكتور، دي سكيلر، دي بوزيتيف ونيجاتيف. يعني دي بيتحسب عليها بوزيتيف ونيجاتيف زي ما اعلمك فين في الجراف، اما دي بتبقى موديلس فاليو على طول، بتبقى على طول ايه موديلس ايه فاليو. يبقى دي بوزيتيف ونيجاتيف، والامبليتيود على طول بوزيتيف. دي بتعتمد على التايم، بتزيد وتقل بشكل بريودك مع التايم الديسبليسمنت. اما الامبليتيود لا، هي بتعتمد على فتره معينه عشان تحقق القيمه ايه بتاعتها. الفتره المعينه دي ان انا ببقى عملت ايه التايم انترفال بتاع الماكسيمم ايه ديسبليسمنت، سواء كان ناحيه اليمين او ناحيه يا باشا او ناحيه ايه يا باشا الشمال. عرفت ازاي؟ فهمت الحته دي جت معاك؟ يبقى ميز ما بين الديسبليسمنت والامبليتيود. تمام، تعالى بعد ما ميزنا ما بين الاثنين دول، تعالى نروح لايه تاني التعريف اللي هو الكومبليت. الكومبليت اسيليشن بص يا باشا ركز معايا، انا قلتها كتير في الكلام بتاعي، انت ممكن تقولها معايا لوحدك بقى. يلا، الكومبليت اسيليشن يعني ذبذبه كامله. يعني انا رحت وجيت في البوزيتيف ورحت وجيت في النيجاتيف، صح كده؟ طيب ازاي اعملها مستر؟ اعتبر اوريجينال بوزيشن وليكن اكس، مش شرط على فكره يكون الاوريجينال بوزيشن بتاع الموشن اكس، وان كان هو الكومن بالنسبه للشرح بتاعي دلوقتي خلاص. فانا حركت الاكس ناحيه اليمين يا باشا، فالبنديولم راح لواي، وبعد ما حركته راح لواي رجع تاني لاكس. هو كده عمل كومبليت اسيوليشن؟ ابدا ما عملش كومبليت اسيوليشن، لان هو كده خلص البوزيتيف بتاعه. هو كده عمل ايه؟ عمل تشينج في البوزيشن، عمل اتنين تشينج ولسه له اتنين تشينج. هيروح في النيجاتيف دلوقتي يا باشا، يبقى الاكس يروح للزد، ده تالت ديسبليسمنت ايه هيقوم بيه، او تالت تغيير في البوزيشن بتاعه هيقوم بيه، وبعدين يختم ايه البوزيشن، يختم السايكل او الاسيليشن بتاعته لما يرجع تاني للاكس. يبقى هو هنا رجع للاكس ورجع لنفس الانيشال دايركشن، وخلي بالك من الانيشال دايركشن ركز فيها. يبقى عشان يعمل وان كومبليت سايكل او اسيليشن لازم يرجع لنفس الانيشال دايركشن اللي بدا منه الحركه، يعني لازم يرجع لنفس اتجاه بدايه الحركه which is ال x y طبعا دايركتد كده. يبقى هنا لما اجي اقول لك انا ايه it is the motion of the oscillating body when it passes by a certain point،
when it passes by its original point, its original position, two successive times in one direction. I mean إن هو بيتحرك في نفس اتجاه إيه؟ بداية إيه؟ الموشن بتاعته. واحد يقول لي هنا التعريف بتاعك فيه غلطة، أقول له إيه هي؟ أنا عارف أنت هتسأل تقول عليه إيه؟ أقول له أنت هتسأل هتقول إن أنا عديت على الإكس 3 مرات. لا يا حبيبي كمل، أنا دي دلوقتي مش شغلاني، لأن التعريف بيعبر على إن أنا لازم أتحرك إن وان إيه؟ دايركشن. هل هنا لما اتحركت من إكس لزد، هل إكس زد هو الاتجاه بتاع بداية الموشن؟ أبدا، إنما إكس زد هو الاتجاه الأوبوزيت لبداية إيه؟ الموشن. يبقى دي سعادتك ما تحسبهاش، اللي في النص دي ما بعتبرهاش بتحقق التعريف، انما اللي بتحقق التعريف دي اللي في الاخر. عشان كده بقول ايه ان وان ايه ان وان دايركشن. عرفت ازاي؟ يبقى ده تالت تعريف معايا اللي هو الكومبليت ايه اسيليشن. يبقى احنا خدنا ايه دلوقتي؟ خدنا الديسبليسمنت، وصفنا بيها بدايه الحركه، وعرفنا ان هي بتعمل فور تشينجز في البوزيشن. خدنا الامبليتيود، عرفنا ان دي سكيلر، وبتوصف ايه الفاليو اوف الماكسيمم ديسبليسمنت اواي فروم ايه الاوريجينال بوزيشن. وعرفنا الكومبليت اسيليشن معناها ايه، ان انا اعدي بفيكسد بوينت تو سكسيسيف تايمز ان ماي انيشال دايركشن، ان ماي انيشال دايركشن اوف موشن. عرفت ازاي؟ عرفت يا باشا ازاي القصه ماشيه ازاي؟ يبقى ده الكومبليت ايه اسيليشن، كومبليت ايه اسيليشن. خلاص يبقى احنا كده بدأت شويه الدنيا توضح معانا، هنبتدي ايه نكمل باذن الله دلوقتي. عرفت ازاي؟ يلا بينا نوضح اكتر. ها مستعدين؟ يلا بينا. ابسط طريقه توضح الكلام ده وتقطع عرق وتسيح دمه ان انا ارسم جريف. لو رسمت جريف هضرب عصفورين بحجر، منها ان انا هعلمك ازاي ترسم جريف، از ويل هعلمك التعريفات دي من خلال ازاي تيجي لك في الامتحان. يبقى احنا كده ايه لمينا الدنيا ايه بعصفور ايه بحجر واحد. خلاص يلا نشوف مع بعض كده ازاي نرسم جريف وازاي نطلع انفورميشنز منه. خد البنديو لما قدامي دلوقتي محتاجه، هبتدي دلوقتي اديلك الجدول بتاع الجراف، وهعلمك ازاي ترسم جراف وتستخلص معلوماتك فيه. ماشي يا باشا. الجراف طبعا بيتكون من في البداية بيديلك جدول، الجدول ده عبارة عن متغيرين، المتغير الاصلي هنا هو التايم، والمتغير اللي بيعتمد عليه هو الديسبليسمنت. عرفت؟ تمام. المتغير الاساسي برسمه على الاكس اكسس، والمتغير الديبندنت اللي بيعتمد عليه برسمه على الواي اكسس. تمام. فانا هكتب دلوقتي مجموعه من الفاليوز اللي بتعبر عن علاقه ما بين الديسبليسمنت والتايم. الديسبليسمنت هعتبرها بالسنتيمتر، طبعا التحويلات مش فارقه معايا دلوقتي، انا يهمني الارقام. والتايم هعتبرها بالملي سكند، برضه ما شغلش دماغك بالملي سكند دلوقتي، لكن خلينا نقوله ايه عند التايم زيرو الديسبليسمنت بتاعت البنديولام بزيرو. طيب عند التايم 5 ملي سكند لقيت ان البنديولم اندفع للماكسيمم ديسبليسمنت بتاعته عشان تبقى 5 سنتيمتر. يبقى دي كده الايه الماكسيمم ديسبليسمنت بتاعتي، الماكسيمم ديسبليسمنت بتاعتي. طيب عند التايم اوقات ايه التايم كده كده بيزيد، التايم ده سكيلر، ها كده كده بيزيد معاك، يعني هيفضل ماشي معاك في البوز، ملوش نيجاتيف التايم، ركز معايا. انما اللي هيفاجئك دلوقتي الديسبليسمنت، ان هو هيقوم واخد ايه بدل ما ياخد بوزيتيف يقوم واخد ايه، هتلاقيه واخد نيجاتيف. ركز معايا، عند التايم 10 مللي سكند
هلاقي ان الديسبليسمنت بتاعتي انعدمت، ده معناه ان انا خلصت البوزيتيف هنا، خلصت البوزيتيف هنا. يبقى انا لما ارجع عند الاكس بعد هاف سايكل بلاحظ ان التوتال ديسبليسمنت بتاعتي بتبقى ايكوال ايه؟ تبقى ايكوال زيرو. عرفت ازاي؟ يلا نروح للنيجاتيف. طيب عند ال 15 مللي سكند بلاحظ ان الديسبليسمنت بتاخد ماكسيمم فاليو بس بالنيجاتيف، يعني النيجاتيف دي معناها دايركشن، يعني معناها ان انا اتحركت ناحيه الشمال. يبقى النيجاتيف دي معناها دايركشن بالنسبه لمين؟ للديسبليسمنت بتاعها. عرفت ازاي؟ طيب عند ال 20 مللي سكند ده التايم اللي هو بتاع وان كومبليت ايه اسيوليشن which is known as the periodic time، هناخده النهارده بش بايه بالتفصيل الممل. البريودك تايم ده دلوقتي البريودك تايم هنا بيعمل ايه؟ ديسبليسمنت زيرو، بيرجع تاني للاوريجينال ايه بوزيشن. يبقى الخطوه إيه الاولانيه اهي، تشينج الاولاني اهو، تشينج التاني اهو، تشينج التالت اهو، والاخير اهو. طيب ازاي how I can represent this table as a graphical representation؟ let's see. اهو مرسم طبعا انا هنا الايه التايم على الاكس اكسس، وهيبقى التايم بالملي سكند، والتايم ملوش ايه ملوش امتداد، هو واخد ايه واخد بوزيتيف مودلس على طول، بيبقى بوزيتيف على طول. لما تروح للديسبليسمنت، الديسبليسمنت بتبقى واخده بوزيتيف واخده نيجاتيف. شوف الجراف بيفهمك ازاي، الجراف بيساعدنا انا ازاي افهمك. ركز بقى، هبتدي انظم التايم على ان هو ايه السيكونس بتاعه يبقى منتظم، يبقى باخد كل ايه كل تتابع بانتظام. يبقى هنا مثلا ايه، يبقى هنا هاخد هنا اول مربع 5، يبقى كل مربع اي ايه ازود 5، ازود ايه، يبقى السيكونس بتاعك يونيفورم يعني. خلي بالك انا هرسم ايه وان كومبليت سايكل دلوقتي، يعني هعمل سنجل ايه سنجل زي ما هنقول كده ساين 4. تمام، هرسم ساين واحده بس، هنشوف دلوقتي الشكل ده. طب لما تيجي تروح هنا المفروض هنا 1 2 3 4، انا هجيب من الاخر 5 وتحت نيجاتيف ايه نيجاتيف 5. طيب الزيرو مع الزيرو مفيش مشكله. طيب بعد كده ال 5 مع ال 5 هجيبها ازاي؟ ركز معايا اعلمك بقى، ركز معايا. اجي انا عند ايه عند التايم 5 واقوم طالع بنورمال، النورمال ده يبقى بارل لمين؟ للواي اكسس. باجي عند ال 5 واقوم طالع بنورمال، النورمال ده هيبقى بارل لمين؟ للواي اكسس. اقوم ناقل، اجي هنا عند ال 5، اجي عند ال 5 واقوم طالع بنورمال او حاود بنورمال، النورمال دوت هيبقى بارل لمين؟ بارل للاكس اكسس. يبقى النورمال اللي بتطلع بيه ده بيبقى بارل للاكسس الايه؟ البربنديكولار. تمام، النورمالز دي لما بتعمل انترسبشن يبقى انا حددت هنا الكوردينيت بتاع البوينت دي، او حددت موقع النقطة دي في الكارتيزيان بلين اللي انا راسمه. اقولها تاني، اقولها تاني، انا معلمك دلوقتي ازاي ترسم جراف، فركز معايا. اجي عند النقطة 5، النقطة 5 دي على التايم، اطلع بنورمال وامده. تمام، النورمال ده بارل لمين؟ للواي اكسس. تمام، بدل، تعالى على الواي عبارة عن 5، هتقوم حاود بنورمال، حاود بنورمال بارل لمين؟ للاكس اكسس. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لوكيشن، هيحصل هنا انترسبشن، هيحصل هنا كوردينيت بيعبر عن النقطة 5 و5. خلاص، يبقى انا دلوقتي حددت ايه؟ النقطة 5 و5 على البلين الكارتيزيان اللي انا ايه؟ اللي انا راسمه. عرفت ازاي؟ حتة ماس بس انا محتاجها. طيب لعند النقطة 10، النقطة 10 هطلع بكام؟ هطلع مش هطلع خالص. ليه؟ لأن أنا عندي الديسبليسمنت بإيه؟ بزيرو، الديسبليسمنت إيه؟ بزيرو. تمام معايا؟ مركز معايا؟
طيب يبقى انا كده خلصت ايه؟ خلصت البوزيتيف. تعال نروح للنيجاتيف. تعال نروح للنيجاتيف عند ال 15. عند ال 15 دلوقتي هبتدي ايه؟ ارسم نورمال اهو. بارل لمين؟ للواي اكسس. عرفت ازاي؟ طيب هشفت هروح لمين؟ للديسبليسمنت نيجاتيف 5. عملوا انترسبشن يبقى ده البوزيشن بتاعي. عرفت ازاي؟ يبقى النورمال بتاعك بيبقى بارل للايه؟ للاكسس اللي قصاده. لحد لما اعمل ايه؟ لوكيشن. خلاص؟ بعد كده اون كومبليت سايكل ارجع تاني لايه؟ للزيرو. هوصل النقط دي ازاي كده اهو؟ طلع عندك الويب فورم او الساين فورم شكل الساين اللي هو واخد شكل ايه؟ واخد شكل الموجة. الموجة دي اللي هي بتتغير ايه؟ بشكل بريودك مع ايه؟ مع التايم. بتقوم واخدة الماكسيمم بتاعها وترجع تاني ايه؟ زيرو. شكل الموجة الساين فور. ساين ايه؟ فور. بس دي سنجل ساين فور. يبقى هنا ايه؟ انا لسه ما كررتش. انا عملت مرة ايه؟ مرة واحدة. بتلاحظ هنا مجموعة ايه؟ معلومات. اول معلومة ان ال 5 مللي سكند دي شايفها اللي انا بظللها دي اظللها بلون الاحمر دي بتمثل التايم اوف الامبليتيود. بص بقى بركز معايا الله يبارك لك. انا لما اجي دلوقتي هتكلم عن الايه الامبليتيود اجيبها ازاي؟ الامبليتيود هي الماكسيمم ديسبليسمنت سوري هي الفاليو اوف الماكسيمم ديسبليسمنت away from the original position regarding direction. يبقى انت حضرتك حققت مسافه قد ايه بعيد عن الاوريجينال بوزيشن؟ الماكسيمم بتاعك كان قد ايه؟ كان مودولس فاليو هو ايه؟ 5. يبقى هنا الامبليتيود اكتب الامبليتيود هنا امبليتيود. يبقى دي اول معلومه الامبليتيود بتبقى مودولس فاليو ايكوال 5 سنتيمتر. طيب اجيبها ازاي يا مستر؟ بجيب الهايت بتاع مين؟ الساين. الهايت بتاع الساين دوت هو اللي بيديك الامبليتيود. بتعمل بتاخد بنورمال من عنده بيديك الايه؟ الفاليو بتاعت الامبليتيود. يبقى انت بتيجي عند البيك بتاع الساين او بتيجي عند الهايت بتاع الساين وتقوم حاول بنورمال تقطع الواي اكسس. يبقى ده بالنسبه لي هو الامبليتيود. خلاص الفاليو بتاعتها اللي هي 5. خلاص؟ طيب التايم اللي عمل الامبليتيود ايه يا معلم؟ التايم اللي عمل الامبليتيود ايه؟ ثانية واحدة. التايم اللي عمل الامبليتيود هنا هو المسافة دي. يعني ال 5 مللي سكند هي اللي نتج عنها ايه؟ ال value of the maximum displacement. يبقى هنا التايم اوف الامبليتيود ده مصطلح خلي بالك منه مهم جدا. اقدر اقول ايه؟ التايم اوف الامبليتيود. التايم اوف الامبليتيود فايف ملي سكند. يبقى ايه هو التايم اوف الامبليتيود؟ هو المسافة المقطوعة من محور التايم اللي نتج عنها ايه؟ اللي نتج عنها الايه؟ الامبليتيود بتاعها. تمام؟ يبقى انت دلوقتي عشان تاخد كوردينيت تحدد موقع هنا النورمال اهو نزل عند 5. يبقى ال 5 مللي سكند ده هو التايم اوف الامبليتيود. يبقى الموقع هنا لما بتنزل بروجيكشن هنا تلاقي 5. يبقى ده الزمن بتاع الامبليتيود. كده انا بعرف اشرح كويس ليه؟ لان الجراف اهم وسيله بشرح بيها وهي اهم وسيله حضرتك تركز بيها. خلاص؟ يبقى هنا التايم اوف الامبليتيود هو التايم اللي بينتج عنه الايه؟ الماكسيمم ايه؟ ديسبليسمنت. خلاص؟ طيب لما اجي انا دلوقتي اتكلم على التايم اوف الايه؟ كومبليت اوسيليشن. انا عندي دلوقتي التايم اوف الكومبليت اوسيليشن ان انا اتحركت ايه؟ المسافة دي في البوزيتيف يعني 10 مللي سكند واتحركت زيها فين؟ في
في النيجاتيف يبقى هنا 20 ملي ايه سكند صح كده؟ يبقى البريودك تايم هنا البريودك تايم عرفته ازاي يا مستر؟ عرفته بمجرد النظر، هو المسافه اللي بتعبر عن البوزيتيف والنيجاتيف ايه؟ تشينج، هي المسافه اللي بتعبر عن الوان كومبليت اوسيليشن، هي المسافه اللي بتجمع الايه؟ التغير فين؟ في الدايركشن. يبقى بمجرد ما الساين ويف تقفل الايه؟ الجراف بتاعها الانترسبشن دوت بيمثل ايه؟ المسافة المعبرة عن مين؟ عن التايم. يبقى انا اقول البريودك تايم هنا اجيبها منين؟ اقوم جاي عند نهاية الساين واخد ايه؟ واخد القيمة بتاعت مين؟ القيمة دي كلها بتاعت البريودك ايه تايم، يبقى 20 ملي ايه سكند، 20 ملي ايه سكند. هنا في علاقة ما بين التايم اوف الامبليتيود وما بين ايه البريودك تايم. ايه العلاقه؟ علاقه باينه جدا، ان البريودك تايم عباره عن فور تايمز الايه التايم اوف الامبليتيود. يبقى هنا البريودك تايم يا باشا عباره عن فور، نكتبها بقى العلاقه دي، نكتبها هنا اهو البريودك تايم اللي هو 20 ملي سكند، تمام؟ البريودك تايم عباره عن، طبعا بندور رمز التي كابيتال، عباره عن 4 تايمز التايم اوف الامبليتيود، تمام؟ مره كمان عشان انا سرحت منك يا مستر، اجيب ازاي التايم اوف الامبليتيود؟ اقوم متحرك هنا ربع سايكل بحيث ان المسافة اللي انا اتحركتها دي بتمثل التايم بتاع مين؟ الامبليتيود. طيب اعرفها منين؟ باجي من عند البيك بتاعت الساين، سواء كان البيك بوزيتيف او البيك نيجاتيف، واجي انزل بنورمال واحود بنورمال. النزلة بتاعتي دي على الاكس بتديني التايم كوردينيت، التايم كوردينيت ده هو التايم اوف الامبليتيود، والحودة بتاعتي دي هي بتديني الماكسيمم ديسبليسمنت، الماكسيمم ديسبليسمنت، وانا اتفقت معاك ان التايم بتاعها هو التايم بتاع ايه؟ الامبليتيود. طب سعادتك ايه علاقه التايم اوف الامبليتيود دي بالبريودك تايم بتاع السايكل؟ لازم بعناية اعرف ان السايكل لما بتقفل جرافها المسافه اللي قفلت عليها دي هي البريودك تايم. هي البريودك تايم، لازم ابقى عارف ان السايكل لما بتيجي تقفل يبقى هي قفلت معاها السايكل. قفلت معاها الوان كومبليت اوسيليشن، وهي لما تقفل بالطريقه دي ده معناه ان البريودك تايم اللي هو عباره عن 4 تايمز التايم اوف الامبليتيود بالارقام، يعني 4 تايمز 5 ملي سكند، يبقى انا عندي التايم اوف الامبليتيود يا باشا عباره عن 20 ملي سكند. عرفت ازاي؟ يبقى انا علمتك جرافيكالي ازاي تجيب التايم اوف الامبليتيود وازاي تجيب البريودك ايه؟ البريودك ايه يا باشا؟ البريودك تايم. عرفت ازاي؟ طيب تعالى نخش مع بعض في الجزء ايه اللي وراه. احنا لحد دلوقتي تمام فاهمين الحمد لله. طيب تعالى نخش مع بعض الجزء اللي وراه. سجل ده عندك لو سمحت، خليها بدماغك انا بمحتاجها. خلاص
طيب احنا دلوقتي قلنا ان السيرجي موشن بتتميز ان هي التاكس بليس ان تو اوف ذا دايركشنز، واحنا خلصنا الجزء ده دلوقتي مع بعض، هنخش في الجزء الثاني من الموضوع ان هي بتتميز بان هي عندها بيريوديك مانر. يعني احنا خدنا تعريف البيريوديك تايم هو التايم تيكن تو ميك وان كومبليت اسيليشن من خلال الجراف، ومن هنا نقدر نقول ان التايم ده هو اليونت بتاعت التكرار، ان كل ما التايم ده يتكرر كل ما الاسيليشن بتاعتي ايه تتكرر معايا. يبقى هنا بيريوديك مانر ده معناه ان انا هقعد اكرر الاهتزاز ده، مش هكتفي باهتزازه واحده، وده معناه ان الساين فورم مش هتبقى واحده، هتبقى ايه، هتبقى مالتيبل ساين فورم زي ما انا هرسم دلوقتي، هتتكرر معايا شكل الساين علشان يوضح لي الايه صفه التكرار فين في الحركه الايه التذبذبيه او الاسيلاتري ايه موشن. يعني انا دلوقتي ممكن ان انا هرسم اكتر من ساين فورم، يبقى انا عندي ساين فورم اولانيه والموضوع خلص هنا، يبقى هنا وان كومبليت ايه سايكل، يعني ده البريديك تايم بتاع سعادتك اهو خلاص، واحنا اتفقنا ان هنا التايم اوف الامبليتيود ها الحته دي خلاص، عرفت ازاي اهي، وده البريديك تايم. هل الموضوع بيخلص على كده وبنقفل وبنروح؟ لا، الاهتزاز بيتكرر، التذبذب بيتكرر معاك، وكل ما بيتكرر كل ما الساين تجدد نفسها، تبتدي تطلع وتنزل معاك، تطلع في البوزيتيف وتنزل في النيجاتيف اهي، وهكذا وهكذا اهو. واحده كمان عشان خاطر النبي كله يصلي عليه، واحده كمان عشان خاطر النبي كله يصلي عليه، وهكذا بقى. يعني مثلا انا ممكن اقول لك قاعده دلوقتي جت في دماغي ان النمبر اوف كومبليت اسيليشنز ايكوال النمبر اوف ساين فورمز، عدد اشكال الساينز، عدد اشكال الساين بيساوي عدد النمبر اوف كومبليت اسيليشن. يبقى انت دلوقتي لو عايز توصف فيه كام اسيليشن دلوقتي، ثلاثه، ادي اول واحده اهي من هنا لهنا اول كومبليت اسيليشن، ومن هنا لهنا تاني كومبليت اسيليشن، راح ورجع راح ورجع، فاضي بقى عمال يروح ويرجع متذبذب، ربنا يكفينا شر التذبذب اهو. يبقى ده معناه الرسمه دي ان هو عمل ثلاث ذبذبات كامله، عرفت ازاي؟ يبقى هنا قدر الايه يظهر بقى السلوك اللي هو الدوري بتاع مين السيلاتري موشن دلوقتي معايا، وهنبدا نتكلم عن مصطلح بيوصف ايه السيميلاريتي والديفرنس فين بالنسبه للايه البريوديك ايه مانر ده. تلاحظ حاجه هنا ان لما ببتدي اتحرك من اكس بروح هنا لواي، برجع تاني لاكس، انا هنا لسه في ان كومبليت سايكل، بعد كده بروح لزد برجع تاني لاكس، الموضوع ده كده انتهى، ببدا سايكل جديده، بيبتدي الموضوع يتكرر ويبتدي معايا يظهر نفس النقط بشكل ايه متكرر، يظهر واي هنا في البوزيتيف، بعد كده يرجع اكس، يرجع زد في النيجاتيف، وهكذا. بيظهر هنا عندي مصطلح جديد بيوضح يعني ايه تشابه واختلاف في الحركه اللي هي ايه اللي بتتكرر دي خلاص. المصطلح اللي انا هدرسه دلوقتي معاك بيعبر عن التشابه والاختلاف ده، معروف باسم الفيز، معروف باسم ايه الفيز. فاحنا دلوقتي هندرس المصطلح ده دلوقتي مع بعض، ايه هو الفيز يا جدعان؟ اللي عايز يكتب ورايا، الفيز ده كمصطلح بيحدد درجة التشابه والاختلاف ما بين النقط في الحركة التكرارية دي أو الدورية دي خلاص. الفيز ده إن أنا بعمل ديترمينيشن للبوزيشن بتاعي
determination للposition بتاعي. من خلال حاجتين، اما دراسة الديسبليسمنت بتاعتي او دراسة الدايركشن اوف الموشن او دراسة الاتنين مع بعض. يبقى الفيز ده يعني ايه؟ يعني عبارة عن تحديد للموقع والاتجاه. يبقى الفيز ده عبارة عن ايه؟ تحديد للموقع والايه؟ والاتجاه، او كلاهما ايه؟ مع. يبقى ده هو ايه؟ الفيز اللي بيوصف لي تشابه واختلاف النقط في الحركة التكرارية اللي هي البريودك ايه؟ موشن. هتقولي لي انت بتتكلم على الاسيولاتري، ما خلاص بقى، من الاسيولاتري ظهر ان هي بتكرر ايه؟ نفسها دلوقتي، ركز بقى معايا. طيب، يعني مثلا مستر، لو انت عايز توصف مثلا البوزيشن بتاع مين؟ الواي، وتوصف البوزيشن بتاع الزد في نفس السايكل، هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم are not in phase او out of phase، ما الاتنين مالهمش نفس الفيز. ليه؟ لان هنا لو انا عايز اوصف الواي هلاقيها ايه؟ 5 في الاتجاه البوزيتيف. لو انا عايز اوصف الزد هلاقيها 5 في الاتجاه ايه؟ يبقى مفيش اي نقطتين على نفس السايكل او على نفس الساين بيبقى ليهم نفس الفيز. طب واحد يقول لي طب ايه الفيز بتاع الاكس؟ هقول له الفيز بتاع الاكس هيبقى زيرو، بس مش هيحدد الفيز بتاع الاكس ديسبليسمنت، اللي هيحدد الفيز بتاع الاكس الدايركشن اللي سعادتك هتتحرك فيه. يعني هتتحرك من اكس لواي، يبقى ده الايه الفيز بتاعك، ولا العكس، ولا ايه العكس. خلاص، يبقى انت دلوقتي استفدت ايه؟ ان مفيش اي نقطة على نفس الساين، مفيش اي نقطتين سوري على نفس الساين معاهم نفس ايه يا معلم؟ معاهم نفس الفيز، صح كده؟ امال امتى يا مستر الفيز يتكرر؟ لما الساين تتكرر يا باشا. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي عشان اجيب فيز واي لازم افتح سايكل جديدة واروح برضو لنفس فيز واي. يبقى انا عندي هنا الواي والواي دول بيبقوا ان فيز ومعاهم مسافة زمنية بتساوي البريودك ايه؟ البريودك تايم. بيفصل ما بينهم مسافة زمنية بتساوي ايه؟ البريودك تايم. بنفس الطريقة كده اقدر اتكلم على الزد والزد. يبقى اي انترفال ما بين تو بوينتس اوف ذا سيم فيز، الانترفال ده هيبقى البريودك ايه؟ هيبقى البريودك ايه؟ طيب، عرفت الحتة دي؟ عشان دي مستخبية شوية كده، تمام؟ يبقى انت تقدر تعرف البريودك تايم من خلال البريودك مانر، على ان هو التايم انترفال بتوين اني تو بوينتس ان ذا بريودك ريليشن اوف ذا سيم فيز، اللي هم ليهم نفس الصفات الايه بتاعت ايه الموقع بتاعهم في التذبذب دوت. عرفت انت حاجه؟ يا رب تكون جايه معاك يا رب. يبقى احنا دلوقتي علشان يبقى عندي مبدا النقطتين اللي هم موجودين على نفس الساين بيبقوا ار نوت ان فيز، امال امتى الفيز يبقى سيميلر؟ لما يبقى عندي ايه؟ سيميلر بوينتس اوف سيبريتد ايه ساين فورمز، او اقدر اقول ان انا بكرر نفس الفيز لما اعمل ايه تكرار لتذبذبات ايه متتاليه. يا رب تكون فاهمها يا رب. عرفت ازاي؟ يبقى هنا هنا الفيز بتاع واي لاول مره بيبقى هو الفيز بتاع واي لتاني مره بيبقى هو الفيز بتاع واي لتالت مره، لان معاهم نفس الايه؟ معاهم نفس الايه؟ البوزيشن اللي بيوصفوا ايه؟ الديسبليسمنت اواي فروم الاوريجينال ايه بوزيشن. عرفت ازاي؟ جت معايا؟ طيب،
يبقى احنا كده نقدر برضو نعرف ال one complete oscillation. زي ما قلت لك مش شرط ان انا ابدا ازق البنديولم من اكس، ممكن ابدا ازق البنديولم من واي كده اهو. يبقى انا هقوم وافرد الواي دي وراجع لها، يبقى هو الكومبليت سايكل هنا او كومبليت اوسيليشن هي الموشن اللي هي بتريكواير التايم تو ريتيرن تو اتس اوريجينال فيز. يبقى هي الموشن اللي بتخليني اعمل ريتيرن باك تو ماي اوريجينال فيز، الموقع اللي انا بدات منه ايه التذبذب. يبقى الايه دي الحركه الايه الاوسيلاتوري. السكند ديفينيشن بتاعها من خلال فكره البريوديك ايه مانر او الايه التكرار. معايا يا ابني؟ يا رب تكون فاهم. طيب يبقى كده احنا اتكلمنا على البريوديك ايه تايم باكتر من تعريف وباكتر من صيغه. ما يلعبش بقى معايا، ممكن يبقى هو التايم تيكن تو ميك وان كومبليت سايكل او اوسيليشن، يبقى انت بتتكلم على سنجل ايه ساين فور. طب ممكن يكون هو الايه التايم سيبريتد بتوين اني تو بوينتس اوف ذا سيم فيز، يبقى كده بيتكلم على التكرار اللي بيحصل فين في التذبذب بتاع ساعات. فهمت ازاي؟ تمام. طيب تعالى نخش مع بعض على الفرق ما بين البريوديك تايم والفريكوانسي. اوعى تنسى لو سمحت ان التايم البريوديك عباره عن 4 multiplied by time of the amplitude، لان انا محتاجها النهارده في حل المساله. خلاص همسحها دلوقتي. لا سيب البنديلوم معايا، سيبه في حاله. ممكن هنخرج بعيد عن الفيزيكس 5 دقايق ونرجع لها تاني، اكيد كلكم اتخنقتوا يعني. تمام. فاحنا عايزين نخش كده اهو في امثله من الحياه، وبعد كده نرجع تاني للفيزيكس علشان نكون ريحنا شويه منها. لما اجي مثلا اجي اقول لك ايه، في يوم مثلا انت جعان قوي، فانت عايز تجيب ساندوتش علشان انت جعان، فانت رايح بتسأل الراجل تقول له ايه هو الساندوتش ده بكام، الساندوتش ده بكام، ساندوتش شاورما اي حاجة. فراح قال لك الساندوتش ده ب10 باوند فور ساندوتش. انت معاك ال10 جنيه رحت دافعهم وخلاص خدت السندوتش كلته. دي اسمها ايه بقى في الماث؟ دي اسمها ريشيو. احنا بنسميها عندنا اليونت ريشيو. ركز معايا، اليونت ريشيو دي اقدر ان انا بفهم بيها التعاملات الحسابيه بتاعتي خلال اليوم. يعني باكل البسكوت ده بكام، باكل الشيبسي ده بكام، الساندوتش ده بكام. وعرفت ازاي على مستوى اكبر الناس تقدر تتعامل، الباص ده بيحمل كام راكب، الاتوبيس ده بيحمل كام راكب، وهكذا. يبقى اليونت ريشيو دي هي عباره عن كومباريسون بتوين
value of the output. الاوتبوت ده الحاجة اللي انت ايه مهتم ايه بيها، كام ركب هيركب، فلوس قد ايه الكوست اللي هتدفعها. to the unit value of the input اللي هو الساندوتش الواحد وهكذا. خلاص طيب تعالى نعبر عن القصة دي على ان هي ريشيو. يبقى انا اقدر اقول هنا الكوست بتاع الساندوتش لو انت اشتريت ساندوتش واحد، لو انت عايز تعبر عنه كريشيو هيبقى 10 اوفر 1. لحد دلوقتي ايه هو ريشيو معايا؟ طب افرض انت تاني يوم رحت ايه الشغل وكان رجعانين، وانت قلت لهم يا جماعه ده في واحد بيبيع ساندوتش شاورما ب10 جنيه الساندوتش، مين ايه مين قطع معايا، مين هياكل معايا؟ صحابك حوالي 9 10 كل واحد قال لك هات لي ايه هات لي ساندوتش. طب دلوقتي انت عايز تحسب ايه التوتال كوست، دول 10 سندوتشات انت رايح تشتريهم. طبعا القصه دي معناها ان انا حولت الريشيو لبروبورشن. يعني بروبورشن من ميدل فري، البروبورشن ان انت بتعمل ايكواليتي ما بين تو ريشيوز. اي نعم التوب والبوتوم تيرمز بتتغير، لكن بيتغيروا وهم محافظين على نفس ثمن ايه الساندوتش، ولا انا غلطان؟ يعني انت لو عملت سيزر زوية عشان تجيب البروبورشن بتاعتك يبقى انت هتلم منهم 100 جنيه. طبعا ايه انت مش هتخنصر ولا حاجة، هما 100 جنيه هتاخدهم تجيب 10 ساندوتش وترجع. خلاص يبقى ايه الفرق بين الريشيو والبروبورشن؟ الريشيو بتبقى حاجة واحدة، بتبقى ديفيجن واحد، انما لو انت عايز تحولها لتشينج لازم تحافظ على نفس ايه الفاليو. عرفت ازاي؟ يبقى هل الكلام ده ليه دخل بالفيزيكس؟ يعني الماثيماتيكال فاليو دي ممكن انا اعتبرها فيزيكال ايه كوانتيتي، يعني ممكن اعتبرها كميه جديده، بحيث ان بيبقى ليها يونت ريشيو وانا اقدر اجيب منها ايه الماثيماتيكال او الفيزيكال ريليشن بتاعتها. بس قبل ما اسيب الحته بتاعت البروبورشن دي، ازاي البروبورشن بتخليني استنتج ماثيماتيكال ريليشن؟ لما اجي اقول التوتال بتاع الاوتبوت، هي دي الريليشن اهي. انا دلوقتي الراجل عايز اعمل علاقه على البروبورشن دي عشان اعرف راسي من رجلي. فالريليشن بتاعت سعادتك هتبقى التوتال اوتبوت، ال 100 جنيه اللي انت لميتهم توتال كوست، على التوتال نمبر اوف ساندوتش التوتال انبوت. يبقى دي تعتبر الريليشن الجنرال اللي سعادتك هتقدر تلم بيها الفلوس مثلا. عرفت ازاي؟ يبقى لما اقول توتال اوتبوت على التوتال انبوت، ممكن التوتال دي على فكره لما اجي اعمل قانون في الفيزيكس اشيلها، ممكن اشيلها للتبسيط، حتى ممكن اشيل التوتال فوق والتوتال تحت. يمكن يبقى هنا ايه الفاليو اوف الاوتبوت على الفاليو اوف الانبوت، خلاص اللي هو هنا واخد اليونت في الريشيو الاصلي. انت معايا؟ قيس بقى على كده، يعني ممكن تقيس على كده اي حاجه في حياتي، اي حاجه في حياتي. يعني مثلا لو انا راجل واقف فين مشرف مثلا على اي حاجه، على فصل من الفصول، يبقى each class في 30 student، يبقى انا عندي 3 فصول بنفس الطريقه. طب انا عايز احسب الفصل الواحد فيه كام واحد، هقول total students على total number of classes. جاي معاك؟ واقف في موقف مشاريع اي حاجه، انا عندي الميكروباص الواحد
بياخد 14 راكب. طب الموقف ده في كام ميكروباص؟ 3. اعملها بروبورشن، يبقى التوتال نمبر اوف باسنجرز على التوتال نمبر اوف الميكروباصز. عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ زي انا بعمل ايه؟ قانون. هل ده ليه دخل بالفيزيكس؟ يلا نرجع للفيزيكس تاني. انا لو عايز اطبق الفكره دي على البروديكت تايم، عايز اطبق الفكره دي على ايه؟ على البروديكت تايم. اطبقها ازاي؟ اقول البروديكت تايم اللي انا برمز له بالرمز تي كابيتال، ده اللي هو الكوست بتاع الساندوتش مثلا، معايا؟ هو التايم في هنا كلمة توتال شايلها، التايم هنا التوتال اتشال، هو التايم ده التوتال تايم تيكن تو ميك وان كومبليت اسيوليشن. طب ايه التوتال نمبر اوف اسيوليشنز؟ انت بتلاحظ ايه؟ ان احنا اليونت ريشيو بنعرف بيها، والبروبورشن بتاعتها بنجيب منها الايه؟ الفيزيكال او الماثيماتيكال ريليشن. يعني بشكل ابسط واوضح، بلاحظ ان التي كابيتال هي التوتال تايم ديفايدد باي التوتال نمبر اوف اسيوليشنز. يبقى هنا لو انا عايز يونت ريشيو بخلي دي ب 1، وهذا هو الديفينيشن. يبقى البريدنج تايم هو التايم تيكن تو ميك 1 كومبليت اسيليشن، ودي كايه؟ كريليشن هي التوتال تايم، ودي كده التوتال نمبر اوف ايه؟ اسيليشنز. سهله؟ تمام؟ اللي هيكمل معانا كده هنعمل تملي ربط ما بين الماثيماتكس والفيزيكس، وهتحس ان انت صوت معايا باذن الله. لان احنا بنخلي الماس تطبيق عندنا، دي ان شاء الله اللي هيكمل معانا. يا رب بس نستفاد. تمام. طب تعالى نلعب اللعبه دي على مصطلح تاني خالص، وانت اللي هتعمله. انا دلوقتي هدي لك مصطلح جديد خالص اللي هو الفريكونسي. عرفت ازاي؟ وانت اللي هتعمل ايه؟ القانون لوحدك، انا مش هاجي جنبك. يلا الفريكوانسي بقى يا جدعان، يلا نقول الفريكوانسي، يلا نقول الفريكوانسي. الفريكوانسي اللي انا برمز له بالرمز اف هو عباره عن النمبر اوف كومبليت سيوليشنز، ده الاوت بوت بتاعه، التوتال بتاعه ان ميد باي ذا اسيليتنج بادي ان ا تايم اوف 1 سكند. طب يبقى التوتال انبوت ايه يا معلم؟ هو التايم. يبقى ال 1 سكند فيها قد ايه من النمبر اوف كومبليت اسيليشنز؟ يبقى ايه القانون؟ يبقى الاف ايكوال ان اوفر تي. اليونت ريشيو ايه؟ It is the number of complete oscillations. In other meaning the total number of complete oscillations. انا شايل. It is the total number of complete oscillations. Or it is the number of complete oscillations made by the oscillating body in a time of 1 second. And it is measured in oscillation per second, which is equivalent to hertz. By careful examination هنا هلاحظ ان الفريكوانسي والبريودك تايم بيبقوا ريسيبروكال. ازاي يا مستر؟ ركز معايا يا ابني اهو. البريودك تايم هو التايم اوف وان كومبليت ايه؟ اسيوليشن. طب والفريكوانسي هو النمبر اوف كومبليت اسيوليشنز ان ا تايم اوف 1 سكند. ذيرفور الاثنين دول ايه؟
الاثنين دول ريسيبروكال. يلا نعملها. بص بقى هنجمع دلوقتي القوانين وهنحل مسألة، ويبقى احنا كده ايه تقلنا عليك النهارده. اعذرنا معلش عشان احنا بنحبك والله يا ابني. تعالى كده ايه نجمع الدنيا دلوقتي. هنقول ايه؟ يبقى انا عندي الاف تايمز تي يبقى ان اوفر تي اي تايمز تي اوفر ان، يبقى اختصر تطلع 1. ده معناه ان ايه؟ ان الفريكوانسي هو الريسيبروكال بتاع البريدك تايم اند فايس فيرسا. يبقى الفريكوانسي هو الريسيبروكال بتاع البريدك تايم اند فايس فيرسا. اند فايس ايه؟ فيرسا. شفت ازاي؟ يبقى احنا دلوقتي عايزين نجمع الدنيا هنا. هنجمع التلات قوانين دلوقتي هم عشان ابدل بيهم براحتي. لاحظ ان انا علمتها لك ولا حفظتها لك؟ لا، انا مش عايزك تحفظ حاجة، انا عايزك تتعلمها وتقيس عليها بقى. يبقى انا اديتك دلوقتي ايه؟ اديتك دلوقتي اداة تقدر تشتغل بيها في حياتك، سواء كانت حياتك العملية او العلمية. ولا انا غلطان يا ابني؟ لا مش غلطان، اكيد انا مش غلطان. انما ممكن انا اقول لك ايه؟ ممكن اعمل لك مثلثات دلوقتي واقول لك استعملها امتحان اوبن بوك، هتفرح قوي. بس انت كده مش هتتعلم حاجه. يعني ايه؟ ان انت تدي واحد سمكه في ايده ولا تدي له صناره؟ ها؟ اكيد تدي له حاجه يقدر ان هو ايه؟ يساعد نفسه بيها. وده التعلم يا شباب. احنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نشتغل على ان ده التعلم بتاعنا. يبقى يلا بينا كده مع بعض نجمع الدنيا. لو انا عايز اقول بايه؟ ادي البريودك، ادي الفريكوانسي، يبقى ان ديفايدد باي تي النمبر اوف كومبليت اوسيليشنز ان ا تايم اوف 1 سكند. طب لو عايز اقول البريودك تايم، البريدك تايم هو التايم تيكن تو ميك وان كومبليت ايه؟ وان كومبليت اوسيليشنز. يبقى هنا لو انا عملت تايمز هتلاحظ سعادتك ان الفريكوانسي والبريدك تايم بيبقوا ريسيبروكال مع بعض. فكده انا رسمت جراف ما بين الفريكوانسي والبريدك تايم، هيطلع جراف واخد ايه؟ علاقة انفرس. العلاقة الانفرس دي مش هتقطع بين الاكس اكسد ولا الواي اكسد، لان هنا عبارة عن 1 اوفر تي. هتقطع لما يبقى عندي معادلة فيها بلس في النص، ودي ما فيهاش بلس، هي عبارة عن 1 اوفر تي وخلاص. هل هنا في بلس او ماينس؟ لا، يبقى تطلع كيرف. ايه مشكلة الكيرف؟ ان السلوب بتاعه undefined، غير محدد، بيتغير على طول. طيب عشان اعمل سلوب ديفايند، طبعا دي بيريودك تايم، عشان اعمل سلوب ديفايند يا شباب بعمل علاقه مع الريسيبروكال بتاع البيريودك تايم. ساعتها هتبقى علاقه دايركت مع الريسيبروكال، والسلوب هنا هيبقى يونيفورم، بحيث ان هو اقدر اعرف منه ايه سلوب. طبعا السلوب هنا لما هنيجي نعمل مع ال1 اوفر تي، يبقى الكوفيشنت هنا هو ال1. طبعا اي كوفيشنت عباره عن الحاجه اللي جنب الاكس، طب ما الحاجه اللي جنب الاكس هنا هو ال1، يبقى السلوب بتاعي هنا هو ايه؟ ال1. طبعا دي هنوضح فيها اكتر ان شاء الله واحنا شغالين. كل اللي عايزك تعرفه ان لما يبقى كيرف اقول دي ان الفريكوانسي بي انفرس مع البريدك تايم، فاحوله دايركت، فاقول الفريكوانسي بي دايركت مع الريسيبروكال بتاع البريدك تايم،
وهنا دي تفيدني قوي، لان انا عندي ديفايند سلوب هيطلع بايه؟ بواحد. دي اللي انا عايزك تعرفها دلوقتي. خلاص عرفت ازاي؟ تعال ناخد مسألة ونختم ان شاء الله بس. طبعا انت عندك هوم وورك المعاصر بيج 22 هتتحل، وفي غلطه او اتنين هصححهم في كتاب المعاصر المره الجايه، وهنخلص بيج 24 في زي غلطتين كده في كتاب المعاصر اقول لك عليهم المره الجايه. خلاص يبقى انت عندك الهوم وورك بيج 22 23 24، هعلمك بس مساله واحده وبعد كده ايه الحصه الجايه نصها ان شاء الله حل ايه اسئله. سؤال صفحة 19 بيج 19، السؤال بيقول in the opposite figure، in the opposite figure if the time taken by the pendulum to move from x to z. هرسمها لك دلوقتي، انا هدي لك فرصة الناس اللي معاك الكتاب تفكر. عايز البريزيك تايم، تايم من x ل z، من x ل z عامل 0.8 سكند. ما تستعجلش، ده مش البيريودك تايم من اكس لزد، ده مش البيريودك تايم، ولا هو التايم اوف الامبليتيود. تايم اوف الامبليتيود بيعمل ايه؟ بيعمل ديسبليسمنت واحده مش اتنين. خلاص فكر، عايز البيريودك تايم، عايز الفريكوانسي، عايز النمبر اوف كومبليت اوسيليشن ثرو 16 ثانيه، وعايز التايم ريكوايرد تو ميك 50 اوسيليشنز. تايم ريكوايرد تو ميك 58 اسيوليشنز. عرفت؟ انا هسيبك دقيقه كده وهساعدك. حاضر. طبعا هو الراجل بيقول لي انا بدأت من اكس لزد، هو مغير هنا الاسماء، هنا اكس وهنا واي وهناك زد. وعايز التايم البريوديك، هاجي اقول له ده الحركة دي بتمثل اتنين displacement، والاتنين displacement التايم بتاعهم دبل التايم اوف الامبليتيود. يبقى التايم من اكس ل زد، التايم من اكس ل زد بيبقى دبل التايم اوف الامبليتيود. طبعا دي طريقه للحل، وهقول لك كمان شويه طريقه تانية. خلينا في الطريقه دي لحد الاخر. يبقى انا لما اجي اتحرك من اكس لواي يبقى ده بيمثل بالنسبه لي زمن الامبليتيود، لما اتحرك من واي لزد بيمثل بالنسبه لي زمن الامبليتيود تايمز 2. يبقى انا عايزك تفكر، انا القانون اللي انا اديته لك تايمز 4 ليه؟ لان هو راح راجع تاني للاكس. لو ده حصل يبقى القانون بتاعي اللي اديته لك تستعمله، لكن دي الفكره دي مش كده. الفكره دي بتقول ان التايم من اكس لواي عباره عن دبل التايم اوف الامبليتيود. طيب هستفاد من كده بايه؟ هستفاد من كده ان التايم دوت اللي هو 0.8 عباره عن 2 في التايم اوف الامبليتيود. يعني التايم اوف الامبليتيود هيطلع 0.4 سكند. يعني البريودك تايم عباره عن 4 تايم 0.4 يعني 1.6 سكند. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا اعوض هنا علشان اجيب البريودك تايم على طول، بحيث ان الان هنا بهاف، لان انا اتحركت هاف سايكل. الحركه بتاعتي من اكس لواي ربع سايكل، ومن واي لزد ربع سايكل كمان، يعني هاف سايكل. يبقى اعوض عن هنا الان بايه؟ بهاف. والتايم مباشر هنا اعوض عنه على انه هو ايه؟ 0.8
8 يبقى البريودك تايم برضو هطلعه بطريقة أخرى another solution 1.68 second. طيب اللي وراه إن أنا عايز الفريكونسي هنزل طبعا في فريكونسي هنا هقول يبقى فريكونسي 1 over البريودك تايم هقوم جاي فريكونسي هيطلع مع سعادتك ب 0.625 هرتز مجرد أرقام طبعا وبعدين عايز number of complete oscillations في 16 second اجي هنا هو خداري على اللي انا عايزه هنا يبقى خداري على الام يبقى انا معايا frequency معايا frequency خلاص ده الاساس بتاع البروبورشن بتاع معاك تايم معايا تايم ب 16 يبقى دلوقتي تقوم جايب سعادتك الان طبعا هو الجانب الجديد كاتب الان كابيتال احنا طول عمرنا كنا بنكتبها سمول مش فارقه معانا فالان هنا يبقى ايه هيطلع الان هنا هتطلع بايه طبعا لما هتحسبها هتطلع مع سعادتك بتين ايه السيوليشن كده جبت الـ number of complete oscillation في 16A second معايا القصة دي عايز اخر حاجة time required to make 50 oscillation يبقى هداري على دي كده وهعوض عن الـ n ب 50 والـ periodic time معايا طبعا ب 1.6 هيطلع الـ ايه الـ result النهائي على ان هو 80 ايه هيطلع الـ result النهائي على ان هو 80 ايه سكند هيطلع على ان هو 80 ايه سكند تمام هنبقى نلعب مع بعض طبعا اللعبه دي ان شاء الله في ايه اللايف الجاي باذن الله رب العالمين اتمنى الناس تكون استفادت يا رب تكونوا استفدتوا من حصه النهارده ان شاء الله نشوفكم على خير نفس الميعاد الاسبوع الجاي تحياتي مستر نادر اسماعيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.